تكاد تهدأ والغارات الجوية الصهيونية مرفوقة بالقصف المدفعي العشوائي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ولا يهدأ القصف أيضا على المستشفيات التي أصبحت هدفا سهلا لقوات الاحتلال الصهيوني، حيث أصبحت هذه القوات تسجل ما بين هلالين قصرا على الجرحى والمرضى، بينما تسدد المقاومة الفلسطينية في غزة ضربة موجعة في صفوف جنود الاحتلال، وتدمير مزيد من الدبابات والآليات وتوقع مزيد من القتلى كذلك. في الشارع الغربي مشاهدينا وخاصة الأمريكي لا يزال ضغط المظاهرات حاضرا بقوة تقوده الجاليات الفلسطينية والعربية والأمريكية. إذن مشاهدينا حول هذا الموضوع معنا الآن السيد عادل شديد المحلل المختص في الشأن الصهيوني مباشرة من الخليل، كما ينضم إلينا بعد قليل السيد رائد عودة وهو نائب عمدة مدينة بيترسون الأمريكية مباشرة من نيو جيرسي. أبدأ معك سيد عادل، المقاومة تعلن تدمير 60 آلية عسكرية ومدرعة في الساعات الأخيرة، منها 10 ناقلات جند، كما أشارت إلى أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع جيش الاحتلال في عدة محاور في قطاع غزة. كيف تقرأ ما تحدث عنه أبو عبيدة في كلمته يوم أمس؟ صباح الخير لك ميليسيا ولمشاهديكم ولمنبركم. يعني لا شك أنه الرأي العام الفلسطيني بأغلبيته يثق ثقة مطلقة بما يصدر عن أبو عبيدة كمتحدث باسم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. نعم. وبالمناسبة هنالك أيضا شريحة بالمجتمع اليهودي تتابع بيانات وتصريحات وما يصدر عن أبو عبيدة نتيجة عدم ثقة شريحة مهمة بالمجتمع اليهودي حتى بالإعلام الإسرائيلي. ولكن بخصوص سؤالك أستاذة ميليسيا بخصوص أنه هذا العدد الكبير من الدبابات، واضح أنه إسرائيل أدخلت مئات الألوف من الجنود وألاف الدبابات إلى تلك المنطقة الصغيرة المكتظة بالسكن، اعتقادا منها أنه هذا من الممكن أن يؤدي إلى تخويف الشعب الفلسطيني وبث الرعب في قلوبهم بكثرة هذه الدبابات. وفوجئت أنه هذا الكم الكبير جدا من هاي الدبابات والجنود جعلها يعني جعل استهدافها وإصابتها مسألة أسهل، وخاصة أنه المقاتلين الفلسطينيين في غزة رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها من دمار ومن حصار جوي وبحري وبري إسرائيلي، إلا أنهم يقاتلون في أرضهم وفي بلدهم ودفاعا عن كرامتهم وعن دينهم وعن عقيدتهم وعن وطنهم، وبالتالي ليس لديهم ما يخسروه، لا بل أنهم هكذا يترجموا الثقافة التي تربوا عليها، يعني إما النصر وإما الاستشهاد، ولا خيار ثالث لهما. نعم. طيب سيد عادل شديد، إذا ما عدنا إلى كلمة أبو عبيدة أمس، يعني المقاومة تقول إن محرقة العدو ضد الشعب الفلسطيني ستكون بداية نهايته، وخلصت كذلك لأن العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادة المقاومة. إلى ماذا يؤشر هذا؟ يعني هل هناك رسالة على أن المقاومة لا تقف في موقف الضعف الآن وهي قادرة على إلحاق المزيد من الهزيمة في صفوف الاحتلال؟ أستاذ ميليسيا الذي يتابع الإعلام العبري وما يصدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال يتفق تماما مع جوهر ومضمون ما يقوله المتحدث باسم المقاومة الفلسطينية، إنه الاحتلال يواجه مقاومة عنيدة ومقاومة شرسة وإسرائيل، ودليل إنه مضى يعني أكثر من 45 يوم على حرب الإبادة. وأنتم تشاهدون وتنشرون تبثون الآن هاي المشاهد الدمار كما تنشرون مشاهد البسالي والشجاعة. وبالتالي اليوم لم تعد الجماهير العربية وشعوب المنطقة تنظر إلى إسرائيل كقوة بالمنطقة كما كانت تنظر إليها
قبل السابع من أكتوبر. لا شك أنه هيبة إسرائيل تهشمت وتحطمت، وهذا ما كان له ليحدث دون يعني هذه التضحيات التي قدمت بالشهر ونصف الأخير، بداية من 17، وهذا العمل البطولي الذي يعني أدى إلى زلزال في إسرائيل والمنطقة. نعم. وممكن باليوم الأول للعملية تحدثت على منبركم الكريم وقلت أننا مقبلين على مواجهة دموية، ولكن المنطقة لم ولن تكون بعد 7 أكتوبر كما كانت. وهذا ما يحدث، وقلنا بحينه أنه لولا شجاعة وبسالة ما حدث في غزة ما كان لهذه المنطقة أن تعود لتشكل مركز نعم وصدارة النقاش الدولي. نعم سيد عادل، يعني ليست المنطقة وحدها فقط من ستشهد تغييرا بعد هذه العملية، يعني يبدو حتى أن الداخل، داخل الكيان الصهيوني وداخل المجتمع الصهيوني كذلك هناك بوادر بعض التغيير، خاصة داخل قوات الاحتلال. يعني القوات الآن تقوم بتقليص حجم قواتها الاحتياطية، تقوم بتسريح الآلاف. ما دلالة كل هذه يعني التحركات؟ ما معنى تسريح الاحتياط؟ وهل اقتنع الكيان برأيك بأن ما قام به إلى غاية الآن هو أقصى ما يمكنه فعله؟ أستاذة ميليسيا، الوضع الفلسطيني الداخلي مقارني مع الوضع الإسرائيلي الداخلي، وضع نعم الفلسطيني ممتاز، هنالك التحام قوي ما بين المقاومة وما بين شعبها الفلسطيني، وبنفس الوقت هنالك حالة انسجام بالخطاب السياسي، بينما في إسرائيل الحالة مختلفة تماما. مجلس الحرب ليس متفقا مع ذاته، مكونات الحكومة الإسرائيلية مختلفة وليست متفقة، الشارع الإسرائيلي ليس منسجما وليس متفقا حول ما يحدث وما يجري. بالتالي ما حدث بعد 7 أكتوبر تشرين لن تكن تداعياته وتأثيراته فقط على العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، بقدر ما سيترك تداعيات كثيرة على الخرائط الحزبية والسياسية، سواء داخل الساحة الفلسطينية أو داخل إسرائيل، حتى على موازين القوى بالمنطقة. يعني هل قبل 7 أكتوبر كانت مكانة اليمن والحوثيين بالمنطقة والعالم كما هي الآن؟ بالتأكيد لا. هل حزب الله كان تأثير ومكانته بالمنطقة والعالم كان كما هي الآن؟ بالتأكيد لا. هنالك تراجع واضح تماما في القوى العربية التي تطلق على نفسها النظام العربي الرسمي، نعم. وهنالك تقدم واضحا للقوى التي تقف في وجه المشروع الأمريكي، وهذا ما كان له ليحدث لولا البسالة التي أبدت غزة. نعم وبالمناسبة أستاذة ميليسيا، يعني في قول كان يقال بعض يعني أحد علماء الاجتماع الغربيين، ماذا يقول؟ يقول إنه بالأعوام الأخيرة كل شيء يصنع بالصين، يقول حرفيا كل شيء يصنع بالصين إلا الشجاعة، تصنع في غزة، وها هي غزة الصغيرة المحاصرة الفقيرة نعم اليوم تصبح مركز النقاش العالمي. وقد قلبت موازين هذا الكيان سيد عادل، يعني حتى صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية نشرت مقالا تتحدث فيه عن اقتراض هذا الكيان 6 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة، وذلك لتمويل هذه الحرب التي يشنها على غزة. إذا ما تحدثنا عن هذه المعطيات الاقتصادية إضافة إلى تسريح بعض جنود قوات الاحتلال كما كنا نتحدث، كيف تؤثر أو كيف يؤثر كل هذا على أداء الاحتلال العسكري والسياسي على أرض الميدان؟ يعني هذا إن دل على شيء أستاذة ميليسيا، إنما يدل على أنه حالة من الإرباك والتخبط تسود نعم القيادة العسكرية والسياسية، وخاصة أنه تسريح آلاف الجنود الاحتياط لم يكن بقرار ولم يكن ضمن خطة مدروسة، وإنما أتى نتيجة التطورات الميدانية وتداعيات الاقتصاد، الحرب على نعم الحالة الاقتصادية في إسرائيل. وخاصة أنه أستاذة ميليسيا، بعكس الإنسان الفلسطيني والعربي،
يعتبر الاقتصاد والحياة الرفاهية والدخل العالي للمواطن الإسرائيلي مختلف كثيرا عن الحالة الفلسطينية. يعني قد يستغرب المشاهد والذي يتابعنا الآن نعم إنه دخل الإسرائيلي الذي يسكن مستوطنة سديروت ونتيفوت التي تبعد مئات الأمتار عن مخيم جباليا الذي يتعرض الآن للإبادة، دخل الإسرائيلي 40 ضعف دخل الفلسطيني هناك، نعم ومع ذلك هذا الذي دخله 40 ضعف غير قادر على التحمل، بينما الفلسطيني منذ أسابيع لم يتمكن من أن يشرب ماء كوب نعم صغير من الماء. واليوم يعني لا أعرف إن كان المواطن العربي يتابع حقيقة ما يحدث اليوم. الماء، ماء الشرب حتى ممنوع إدخاله لغزة، نعم آلاف الأسر ذهبوا باتجاه البحر لجلب يعني كمية من الماء رغم ملوحة ماء البحر، نعم يعني ليشربوا أطفالهم وأولادهم، ومع ذلك طيران الاحتلال وزوارق البحرية قصفتهم، وهنالك مئات الشهداء الذين سقطوا وهم بطريقهم باتجاه جلب مياه. نعم هذا الموضوع، هذا الموضوع لا يسجل فقط طيب كعلامة في بطش وإجرام احتلال، إنما طيب الضعف وخذلان الأنظمة العربية التي تقيم علاقة مع إسرائيل والتي بررت علاقاتها مع إسرائيل طيب بدءا من المغرب وانتهاءا بدول ما يسمى بدول الطوق، التي بررت علاقاتها مع إسرائيل نعم على أنها في خدمة الشعب الفلسطيني وفي وقضيته طيب الوطنية. اليوم الشعب الفلسطيني مش لاقي كاس مي يشربه ولا حبة دواء يأخذها. طيب دعنا نبحث هذه الأوضاع الإنسانية أكثر. سيد عادل شديد، ابقى معنا، ينضم معنا أو إلينا الآن السيد رائد عودة، وهو نائب عمدة مدينة بيترسون الأمريكية مباشرة من نيو جيرسي. سيد رائد صباح الخير، أهلا بك معنا على قناة الجزيرة الدولية. ضيفي من الخليل يتحدث عن هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة. كيف تابع المجتمع الأمريكي كل ما يحدث داخل القطاع من جرائم حرب، من إبادة ومن قصف متواصل على المستشفيات؟ بداية يسعد صباحكم، تحية لشهدائنا الأبرار وجرحانا وأسرانا البواسل، تحية طيبة لأبناء الشعب الجزائري العظيم قيادة وشعبا. أهلا أختي الكريمة. بالنسبة للشعب الأمريكي هون، طبعا اختلف الوضع ما بين بداية العدوان على شعبنا الفلسطيني وخلال فترة ال10 أيام أو الأسبوعين الماضية. نعم. اختلف جزئيا. في البداية كان طبعا دعم كامل من بايدن أدمنستريشن اللي هي الإدارة الأمريكية كاملة ممثلة برئيسها. نعم. وجميع دوائرها. إلى الفترة القليلة الماضية تم في شوية تغيير، لأنه أصبح هناك في ضغوطات كثيرة موجودة هنا في داخل المجتمع الأمريكي. نعم. والقائمين على هذه الضغوطات طبعا مؤسسات حقوق الإنسان، وكذلك الكثير من أبناء الجالية العربية والإسلامية الفلسطينية الموجودين هنا في الولايات المتحدة، اللي هم عم يعملوا على قدم وساق خلال هذه الفترة، فترة العدوان ال 45 يوم السابقة، يعمل يوم بيوم بجد بعدة طرق حتى يضغطوا على صناع القرار، وكذلك يتحدثوا ويحكوا الرواية الصحيحة اللي هي طبعا الإعلام الأمريكي. احنا معروف عنه انه هو متواطئ وهو داعم لدولة الكيان، دولة الاحتلال. فهذا يعني عم بيأخذ منا مجهود قوي صراحة لنواجه هذه الحقائق ولنحكي الرواية الحقيقية، وكذلك استنادا للكثير من المواد اللي هي الموجودة حاليا على السوشيال ميديا اللي كانت سابقا غير موجودة، واللي هي حاليا عم بتساعدنا في فضح الرواية لرواية الكيان المحتل، وكذلك توضيح حقيقة الأمور لأبناء الشعب الأمريكي اللي نعم. هو حاليا في فترة تغيير واضح. هناك تغيير على الأرض،
نسبة كبيرة من الشباب الأمريكي في دراسة جديدة أكثر من 60% هم من الشباب غير راضيين عن مسار والرئيس اللي هو بايدن والادمنستريشن تبعته إدارته في إدارة هذا الموضوع، إدارة موضوع العدوان على شعبنا الفلسطيني في طيب. مدينة غزة وفي فلسطين عموما. طيب سنبحث معك هذا الموضوع بالتفاصيل. دعنا الآن نعود إلى السيد عادل شديد. سيد عادل، وسائل إعلام الاحتلال تتحدث عن إعطاء الكيان للضوء الأخضر لصفقة بشأن الرهائن، ما قراءتك لهذا الخبر؟ وهل ترى أن الاحتلال أدرك فشل عملياته البرية وأصبح الآن مضطرا للعودة إلى الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى، وما السبب وراء ذلك؟ سيد عادل هل تسمعنا؟ سيد عادل شديد هل أنت معنا؟ طيب يبدو أن الأستاذ عادل شديد المحلل المختص في الشأن الصهيوني لا يصله الصوت في هذا في هذه المرحلة. نعود مرة أخرى إلى السيد رائد عودة وهو نائب عمدة مدينة بيترسون الأمريكية. سيد رائد، كنت تتحدث عن هذا الاختلاف والتغيير في الموقف الأمريكي، برأيك ما هي العوامل التي ساهمت في تغيير هذه النظرة، نظرة المجتمع الأمريكي لما يحدث في قطاع غزة مقارنة مع بداية عملية طوفان الأقصى، وكيف تتغلبون أنتم كمجتمع عربي داخل الولايات المتحدة على الرواية الصهيونية المسيطرة هناك؟ ممتاز، هذا سؤال كثير رائع. طبعا احنا هنا كجالية عربية إسلامية موجودين في الولايات المتحدة، طبعا احنا بننقل هموم وطننا الأم اللي هو فلسطين وقضايا شعبنا إلى هذا المجتمع. حاليا طبعا زي ما انت شايفة السوشيال ميديا عم تلعب دور كبير في نقل الحقيقة، فالسوشيال ميديا يعني احد العناصر المهمه اللي هي طبعا متوفره في جميع ايادي الافراد، الجميع معاهم سمارت فون وتلفونات ذكيه وغيرها من الالكترونيك ديفايسز. فهذا عم بيسهل عمليه نقل الحقيقه من ارض الواقع اللي هي موجوده في غزه في الضفه الغربيه، فالجميع عم بيشوفها دقيقة بدقيقة وثانية في ثانية، فالحقيقة عم تنتقل لهم بعكس ما كان في الماضي. في الماضي كان فقط إحنا نسمع الرواية الرسمية لبعض الدول صحيح. اللي هي معنية في أداء معين ومعنية في وجهة نظر معينة ومعنية في غزل الأدمغة في طريقة معينة، ولكن السوشيال ميديا مع تنوعها وكثر مشاركاتها الكثير من الفيديوهات الكثير من التحليلات، فهذا خلق نوع من الوعي لدى جيل الشباب والجيل اللي هو بتابع لهذا الموضوع. وبالإضافة للسوشيال ميديا طبعا إحنا كجالة عربية صار لنا فترة طويلة هون إحنا في هذا المجتمع الأمريكي، طبعا بدأنا نعمل بتعرفي كبداية أي جالة تبدأ في العمل الفردي، والحمد لله تطورنا إلى العمل المؤسساتي وهو أحد أسباب النجاح. يعني الحمد لله في الفترة القليلة الماضية خلينا نحكي منذ 10 سنوات الكثير من المؤسسات تم إنشائها، وإحنا في منطقتنا هنا في منطقة نيوجيرسي عندنا مؤسسة قوية فاعلة على الأرض كمركز الجالي الفلسطيني اللي هو يعمل على قدم وساق لإحياء وتذكير وكذلك سرد الرواية الحقيقة لما يجري على أرض الواقع في فلسطين وتثقيف المجتمع الأمريكي عامة في عدالة قضيتنا الفلسطينية. فهناك الكثير أختي الكريمة من خلال 45 يوم الماضيات الكثير من البرامج اللي تم عملها، وأهمها الموضوع الإعلامي، الأهم يعني النقاط اللي بدي أركز عليها الموضوع الإعلامي، لأنه الإعلام هو عملية تثقيف للمجتمع اللي هو يعني تم استغلال بجوز طيبة قلبه هذا المجتمع واعتمادهم على بعض وسائل الإعلام مثل محطة CNN أو فوكس نيوز اللي هم دائماً عم بيروولهم الرواية الصهيونية، رواية الكيان المحتل بدون تعرف على الجزء الآخر من الصورة.
فهذا كان يعني جزء من العمل اللي احنا في المركز الفلسطيني في ولايه نيوجيرسي عم نقوم فيه حاليا، وقمنا في عمل عده مؤتمرات صحفيه، والتقينا وتواصلنا مع جميع وسائل الاعلام، منها حتى السي ان ان، ومنها حتى الفوكس نيوز، ومنها يعني جميع المحطات الاعلاميه والجرائد. تفضلي. طيب سيد رائد، ابقى معنا، نوجه سؤال اخير فقط للسيد عادل شديد قبل ان يذهب. سيد عادل، سالتك قبل قليل عن تحدث وسائل الاعلام الكيان الصهيوني عن اعطاء هذا الكيان للضوء الاخضر لصفقه بشان الأسرى، ما قراءتك لهذا الخبر؟ وهل ترى ان الاحتلال الان أدرك فشل عمليته البرية وأصبح اليوم مضطرا للعودة إلى الطريقة الوحيدة لإعادة هؤلاء الأسرى، وما السبب وراء ذلك؟ يعني واضح أنه التحرك المجتمع اليهودي وهذه المظاهرات والمسيرات يعني أدت إلى تحقيق نتائج، ثم القناعة لأخذ بالزيادة والتنامي لدى كل أوساط الاحتلال أنه بالقوة العسكرية وباستمرار الحرب البرية لا يمكن أن يتم استعادة الأسرى. من الممكن أن يصلوا إلى 1، 2، 10، 20، ولكن هنالك 240 أسير إسرائيلي موجودين في غزة، بالتالي لا يمكن لإسرائيل أن تصلهم بالقوة. صحيح أنه إسرائيل لم تكن معنية بأن يتم استعادتهم بالمفاوضات مع حركة حماس لسببين، الأول هو سبب مرتبط يعني بعنوان الحرب الحالية، عنوان الحرب الحالية إسرائيليا وأمريكيا القضاء وإنهاء وإبادة حركة حماس، أما التفاوض مع حماس للحصول على موقفها وموافقتها باستعادة الأسرى، هذا يعني إعطاء شرعية وإقرار بشرعية حركة حماس كعنوان مهم موجود بغزة وبالساحة الفلسطينية. ثم أنه استعادتهم عبر المفاوضات والصفقة لن يتم إلا بثمن تدفعه إسرائيل، ووفق كل ما يتم تسريبه عن المفاوضات أنه مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين سيتم أيضا إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ثم وقف إطلاق النار، ثم إدخال مواد غذائية، ثم إدخال المواد المحروقات التي يعني أوصلت قطاع غزة إلى كارثة حقيقية لم يشهد لها العالم منذ أكثر من 70 عاما، منذ الحرب العالمية الثانية. بالتالي هذا الذي دفع إسرائيل أن تماطل في موضوع الصفقة اعتقادا منها أنه من الممكن أن تؤدي إلى تحطيم حركة حماس وأن ترفع الراية حركة حماس وأن تضطر لتسليم وإعادة هؤلاء الأسرى دون شرط أو قيد، كما تحدث نتنياهو وقيادته العسكرية بالأيام الأولى للحرب أنه لا حديث مع حركة حماس ولا وقف إطلاق النار إلا بعد إعادة كل هؤلاء الأسرى دون شرط أو قيد. نعم، طيب شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، المحلل المختص في الشأن الصهيوني السيد عادل شديد، كنت معنا مباشرة من الخليل. عودة إليك سيد رائد. عودة، كنت تتحدث قبل قليل عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الرواية الفلسطينية، ولكن نحن يعني كما تابعنا المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للعديد من يعني التضييق والحظر. أنتم كمؤسسات وكمجتمع عربي ومسلم داخل الولايات المتحدة، هل تواجهون أي ضغوط يعني جراء حملات التضامن والتظاهر التي تقومون بها في أنحاء الولايات المتحدة؟ وإذا كانت موجودة هذه الضغوطات، من أين يأتي مصدرها؟ لا شك، زي ما هو معروف إحنا هنا في الولايات المتحدة طبعاً الصهاينة عملوا قبلنا بسنوات طويلة وأسسوا لعمل منذ سنوات طويلة، ونحن أتينا، احتمال أن نقول أن نحن أتينا متأخرين، ولكن أتينا ونحن كذلك نعمل على قدم وساق. أختي الكريمة، إحنا على سبيل المثال أنا ذكرت لك موضوع مثلا أحد المؤسسات وكيف جاليتنا تطورت ما بين العمل الفردي إلى العمل المؤسساتي، ويعني كالطفل الذي يبلش يحبي ثم يمشي ثم يركض. فإحنا إن شاء الله في المراحل القادمة
راح نكون نركض وراح ان شاء الله ننجز اكثر مما ننجز حاليا. لكن لماذا اعتذر عن المقاطعه سيد رائد؟ طبعا. يعني هناك اجماع على ان اللوبي الصهيوني قوي جدا داخل المجتمع الامريكي، لماذا تاخر ابناء الجاليه العربيه والجاليه المسلمه في تشكيل مثل هذه اللوبيات القويه داخل المجتمع الامريكي، تشكيل مجموعات تدافع عن مصالحهم سواء السياسيه والاقتصاديه؟ سؤال كثير رائع جدا يعني، وأرجو تعطيني وقت كافي للإجابة على هذا السؤال. تفضل سيد رائد تفضل. طبعا أي عمل جماعي سهل جدا إنه ينجح، أي عمل فردي يعني بيأخذ وقت وجهد أكثر، وأحيانا بيبقى في صعوبة لنجاحه وبكون حتى معدل نسبة نجاحه قليلة. طبعا ثقافة العمل الجماعي هي أهم نقطة هنا نتحدث فيها. طبعا إحنا زي ما تحدثنا وحكينا قبل شوي، يعني إحنا في منطقة تواجدنا هنا على سبيل المثال في ولاية نيوجيرسي، تواجد جاليتنا هنا منذ زمن طويل، يعني البعض حتى بيقول إنه صار لنا 3 أجيال، يعني ما يعادل 70 إلى 100 عام موجودين، ولكن كان تجمعنا متشتت في مناطق مختلفة. حديثا أصبح لنا تجمعات معينة، ومن خلال هذه التجمعات أصبح الآن لنا مؤسسات، وأصبحنا نعمل بأسلوب مؤسساتي. فهذا هو عنوان بداية النجاح، العمل الجماعي، العمل المؤسساتي، والمؤسسات الناجحة هي طبعا تفهم ظروف المجتمع التي هي موجودة به، وتعمل الخطط اللازمة على إنجاح أفكار معينة وتنطلق من هناك. وهذا ما حققناه إحنا في المركز الفلسطيني. المركز الفلسطيني عندنا في ولاية نيوجيرسي أصبح له فقط 10 سنوات، ولكن من خلال هذه 10 سنوات أنا كنت قبل لقائنا بربع ساعة عن بحصي الأعمال اللي قام فيها المركز مع بداية الأحداث خلال 45 يوم الماضية. كان حتى عندي صعوبة في إحصائها لأنها تجاوزت 120 نشاط خلال هذه الفترة، ونشاطات مؤثرة كثيرة، ومنها نشاطات لقاء مع سياسيين مؤثرين، التعامل مع الإعلام، تصحيح المعلومات الخاطئة الموجودة في الإعلام، عمل المظاهرات الكبيرة. يعني في تاريخ القضية الفلسطينية على مر الزمان لم يحصل أي مظاهرة بحجم المظاهرة التي حصلت قبل أسبوعين في واشنطن، التي تجاوز عدد حضورها الأكثر من 300,000 متظاهر ومحتج على سياسة بايدن وإدارته في إدارة ما يحصل من عدوان على شعبنا في فلسطين في غزة خصوصا. فهناك فالمؤسسات هي الحل للكثير من المشاكل، وكذلك هذه المؤسسات حتى تقوم وتعمل على قدم وساق هي بحاجة لعوامل كثيرة، وأهمها الدعم المالي، وكذلك الدعم التطوعي، وكذلك إعطاء الأفكار. يعني إحنا يعني أنت بحاجة لهذه العوامل حتى أنت كمان تنهضي. وماكينة العمل، الميكانيزم تبعت العمل في المؤسسات ونتيجة هذا العمل تتكاثر مع كثر دعم أبناء جالية. أبناء الجالية عندهم مطالب كثيرة وعندهم آمال كثيرة، وهم يتمنوا أمور كثيرة، ومنها أنه يكون تواجد لأولادنا في مواقع اللي هي مواقع اللي هي صناعة القرار. صناعة القرار. طيب في هذه النقطة سيد رائد، يعني ما هو العمل الذي يجب أن يبدأ به أبناء الجالية المسلمة والجالية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هدف المساهمة في صنع القرار؟ يعني لو كان لهم الكلمة اليوم لاستطاعوا ربما أن يغيروا في خطط أو حتى يوقفوا الكونغرس عن إرسال أسلحة إلى الكيان الصهيوني. هذا بالضبط ما كنت أريد أن أذكره. فعلا إحنا لو عنا ما بين 5 إلى 10 أشخاص في الكونغرس الأمريكي كان تمكننا من وقف شحن الأسلحة للكيان الغاصب حتى يحارب ويقتل أبنائنا. لو إحنا عندنا كفاية من أبنائنا
في داخل دائرة صناعة القرار لا تمكننا من إبطال الدعم المالي للكيان العدو وعدم دعمه في مئات المليارات من الدولارات. هناك تقريبا دراسة على أكثر من 260 مليار دولار، هذا ما تم تقديمه من الإدارة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني خلال سنوات طويلة. فلو لنا أولاد داخلين في دائرة صناعة القرار لتمكننا من إيقاف هذا الشيء. فنحن نتمنى من خلال قناتكم، نتمنى على جميع أبناء جاليتنا العربية يعني مساهمتهم أن تكون أكثر. يعني لا شك أنه في نتائج على الأرض الحمد لله، يعني إحنا في المنطقة اللي إحنا موجودين فيها رئيس البلدية موجود هو عربي، عندنا مسؤول المنطقة هو كذلك عربي، عندنا محامي المدينة هو عربي، عندنا قاضي القضاء عربي، ولكن هذا ليس بكفاية. إحنا لا شك قبل قليل كنا نقول أننا نحن الطفل يبلش في الحباء ثم يمشي وثم يركض. إحنا إن شاء الله قطعنا مرحلة وبدأنا بالمرحلة الثانية، ولكن بحاجة لمساهمة أكثر. يعني إحنا الآن كمؤسسات، المؤسسات هي لازم نثقف أنفسنا. الحل الوحيد لجميع مشاكلنا كجالية على الأرض هون هي المؤسسات، وكذلك حتى نساهم في حل مشاكل أبناء شعبنا العربي بشكل عام وأبناء شعبنا الفلسطيني بشكل خاص، لازم نسبة مساهماتنا تزيد. يعني إحنا الآن على سبيل المثال حسب بعض الدراسات لبعض الإخوان الموجودين عندنا عدة مؤسسات، ولكن نسبة المساهمة من أبناء الجالية العربية والإسلامية في هذه المؤسسات هي لا تزيد عن ما بين 5 إلى 10%، بينما 90% من أبناء الجالية هم ما لهم تفاعل، ما لهم لا تفاعل تطوعي ولا تفاعل فكري ولا حتى دعم مالي. وبتعرفي أنت هذه معظم المؤسسات هي تقوم على التبرعات وهي مؤسسات غير ربحية، فهي قائمة على الأشخاص القائمين عليها وهم اللي عم بيساندوها، وكذلك على حجم مساهمة أبناء الجالية في سرعة النتيجة. إذا أرادوا أبناء الجالية العربية أن مؤسساتها تنتج أسرع وتوصل لمراحل متقدمة، فيجب عليهم أن يساهموا بنسب أكبر. يعني لازم نثقف أنفسنا، إحنا كجالية عربية موجودين هنا في الولايات المتحدة، يجب أن نثقف أنفسنا في بيوتنا. يعني إحنا عندنا في البيوت الحمد لله يعني في شغلات كثير إيجابية عندنا. نسبة أبناء جاليتنا العربية الموجودة هون في الولايات المتحدة من الجيل الجديد، الجيل الثاني والثالث، أكثر من 80% هم من نسبة المتعلمة المتفوقة. طيب في هذه النقطة بالذات سيد رائد، وأعتذر عن المقاطعة، يعني هل هناك وعي سياسي ووعي استراتيجي داخل البيوت العربية والمسلمة؟ ممتاز. هذا الوعي هل هو حاضر لدى الآباء والأمهات عندما يرسلون أبنائهم للدراسة في أرقى الجامعات الأمريكية؟ يعني هل يريدون فقط أن يصبحوا ربما أطباء مهندسين، أم يريدون أيضا أن يعتلوا مناصب في الكونغرس؟ عم تسرقي الكلام من فمي. نعم صراحة هذا الكلام سيد اللي أنا بدي كنت أتكلم فيه هي ثقافة الوعي. هلا إحنا زي ما حكينا نسبة المتعلمين عالية جدا وهم متفوقين، يعني very well qualified ما شاء الله عنهم، ولكن الأب في البيت والأم في البيت هم دائما بيحبوا، بتعرف إحنا كمجتمع عربي دائما نحب نتباهى في إنه يكون ابني دكتور أو ابني محامي أو مهندس أو ما شابه ذلك. أوكي، من الوظائف اللي هي يعني بتعطي رونق معين في المجتمع، ولكن إحنا نريد أن نوعي هؤلاء الآباء بأنه ضروري جدا أن يكون جزء من هذا التوجه. كذلك يعني إذا عندنا 4-5 أولاد، إحنا ما بدنا نقول أن نضحي في ولد، إحنا بدنا نقول بدنا نبني واحد من هالأولاد أنه يدخل المعترك السياسي. بدنا أحد الأولاد هذول يكون يعني كل بيت عندنا في جاليتنا العربية أو كل عائلة في جاليتنا العربية تبرز لنا شخص أو شخصين
اللي إن شاء الله هذه المؤسسات تعمل على إنها تأهلهم ليكونوا قيادات للمستقبل ويكونوا داخل صناعة القرار. لأنه إذا إحنا لم نكن، يعني هناك مقولة مشهورة، إن لم تكن على دائرة على الطاولة أنت سوف تكون على قائمة المأكولات يعني. فحتى نكون مؤثرين أكثر، لا شك في إنجازات، أنا لن أقول أنه لا يوجد إنجازات، لا يوجد، زي ما ذكرنا هناك الكثير من أبناء الجالية في مواقع مختلفة، ولكن كنسبة وتناسب لا زالت نسبة قليلة جدا. ونتمنى من الآباء ونتمنى من القيادات والمسؤولين في المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام أن يثقفوا جاليتهم وعائلاتهم وفي داخل بيوتهم الآباء والأمهات، أن يضعوا ويزرعوا هذه البذرة في عقول أبنائهم، أن يحلموا أن يكونوا في دائرة صناعة القرار. حتى بالنهاية الألم اللي إحنا بنشعر فيه اليوم وأبناء شعوبنا العربية وأبناء شعبنا خاصة الفلسطيني يقتل أمام أعيننا، هذا الشعور في الألم إحنا ممكن إحنا نوقف هذا. نعم. ممكن هذا الشعور إن نكون إحنا جزء من إيقافه الآن وإيقافه مستقبلا، إذا فكرنا في إيجابية أكثر إن نكون في داخل دائرة صناعة القرار. وهذا إشي مش صعب نهائيا، زي ما تفضلنا وحكينا لا يعني سابقا إنه معظم أولادنا هم من النسبة المثقفة. نعم. المثقفة واللي هي مثقفة يعني ونسبة ثقافتها عالية جدا، يعني ممكن يعملوا بأي وظيفة لأنهم زي بقولوها عندهم قدرات عالية جدا جدا يعني. نعم. فنتمنى على أبناء جاليتنا أن يحذوا حذو جزء من أبناء جالية اللي اشتغلوا في المجال هذا، زي ما حكينا إحنا عندنا محامي وعندنا مير وعندنا عمدة وعندنا قاضي وعن، ولكن إحنا بحاجة ل يعني مثلا كذلك عندنا احنا كونغرس مان اند وومن، عندنا كذلك عرب ومسلمين وفلسطينيين هم كذلك هم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن اعدادهم لا زالت محدوده، وهناك فرص كثيره انه يكونوا اولادنا في المستقبل القريب ان شاء الله في هذه الدائرة، ولكن نحن بحاجة. نعم. لأن نثقف أنفسنا أكثر. نعم. حتى نكون مؤثرين أكثر، حتى نكون في داخل دائرة صناعة. نعم. هذا القرار. ومع ذلك يعني سيد رائد هناك نتائج ملموسة على الأرض، يعني تم تحريك الشارع الأمريكي كما تحدثت من قبل، 300 ألف أو أكثر من متظاهر يعني خرجوا في الشارع الأمريكي الآن، يعني هناك استطلاعات تشير إلى تراجع نسبة التأييد للرئيس الأمريكي بايدن. نعم. نواب. صحيح. من الحزب. نعم. الديمقراطي كذلك انتقدوا كيفية تعامل جو بايدن مع التصعيد في غزة، الاحتجاجات الآن وصلت إلى موظفي الحكومة الفيدرالية الأمريكية من وزارة الخارجية إلى أيضا الإدارة الوطنية للطيران والفضاء وغيرهما، يعني كل هذا يعني خروج المتظاهرين وخروج موظفي الإدارة الأمريكية إلى العلن عبر رسائل مفتوحة لمطالبة الرئيس الأمريكي بالسعي إلى وقف إطلاق النار، هل يمكن أن يستجيب الرئيس الأمريكي الآن؟ يعني برأيك هل يمكن أن يتجاهل كل هذه الضغوطات سواء الشعبية أو على مستوى الحكومة الأمريكية والانتقادات، وأن يمضي في دعمه للكيان الصهيوني في إبادته وعدوانه على غزة؟ مرة ثانية سؤال كثير في مكانه. إحنا كذلك كجالية عربية وإسلامية في الولايات المتحدة لم نشعر في تاريخ تواجدنا هنا في قوة. نعم. كما نشعر الآن. والسبب الرئيسي في ذلك المشاهد البشعة للقتل أبنائنا في غزة وتأثيرها على شريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي، والنقطة الأخرى تقارب الأصوات ما بين الحزبين، الحزب الجمهوري والحزب. نعم. الديمقراطي. هناك تقارب كبير ما بين التيارين أو الحزبين هذولا، ومع قلة يعني إحنا بننتقل من نقطة مع قلة نسبة أصواتنا إحنا كجالية عربية، إلا أنه في تقارب
الأصوات ما بين الحزبين، إحنا ممكن نكون الصوت الحاسم في الانتخابات القادمة في نوفمبر 2024. ممكن كثيراً، لأنه هناك تأثير وتواجد عربي في عدة ولايات، وهي ولايات حاسمة مثل ميشيغان اللي هي منها الكونغرس وومن اللي هي رشيدة طليب. فهذا الإشي ممكن يعني يضعف شوية ويخلي حدة بايدن ودعمه للكيان الغاصب تقل مع فترة وصولنا للانتخابات. وهذا الإشي طلع واضح، يعني هو حاليا بطل يعني يستخدم لهجة الدعم الكامل والحديث عن دعم بالسلاح ودعم، لأنه هناك كذلك زي ما أنت تفضلت وحكيتي، هناك في ناس في داخل الإدارة هم غير راضيين. بعض منهم يعني هو زي جاش بول اللي هو كان أحد الناس المسؤولين في مكاتب الشؤون السياسية والعسكرية لفترة طويلة، يعني لأكثر من 11 عام، وهو من الناس المطلعين على الشحنات الأسلحة اللي بتروح مثلاً لأوكرانيا أو لأي دولة أخرى. فهو كان يعني عندهم تعارض كبير وانزعاج كبير لحجم المساعدات اللي عم بتروح لدولة الكيان، فلهذا السبب هو يعني استقال من مكانه. وهناك الكثير داخل الإدارة كذلك، ولكن الأشخاص اللي هم داخل هذه الإدارة هم يتكلموا يعني بدون أن يعلموا عن أسمائهم وهكذا، خوفا على مصالحهم ومستقبلهم المهني في هذا. ولكن يعني مع الأيام القادمة راح أتوقع وتيرة الأمور تزيد. أنت حكيتي كذلك عن موضوع المظاهرات. صراحة يعني يوميا في الولايات المتحدة هناك مظاهرات في جميع الولايات، وأعدادها غير مسبوقة، وأفعالها على الأرض كذلك غير مسبوقة. فهناك تغيير. إحنا كجالية عربية وإسلامية موجودين هون، علينا عمل كثير، عنا عمل كثير أن نعمل صراحة. علينا مسؤوليات كثيرة أن نعملها، وإن شاء الله راح نكون يعني عند حسن ظن شعوبنا العربية وشعبنا في فلسطين في غزة خاصة إن شاء الله. ونحن نعمل على قدم وساق لنعمل كل ما بوسعنا إن شاء الله حتى نناصر إخواننا في غزة. وإن شاء الله هذا الإشي يعني بنسبع عن نتائجه في القريب العاجل إن شاء الله، بوقف إطلاق النار وكذلك فتح. تفضلي. طيب سيد رائد، يعني في ظل هذه كل هذه المظاهرات بأعداد غير مسبوقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل التقارب الذي كنت تتحدث عنه يعني بين الحزبين والتأثير القوي الذي يحظى به أو تحظى به الجالية العربية والمسلمة، من يحظى بالأولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن؟ هل هم يعني الأمريكيون من أصل عربي أو الجالية العربية، أم الكيان الحليف في منطقة الشرق الأوسط واللوبي الصهيوني المؤثر عادة في نتائج الانتخابات الأمريكية؟ أنا بدي أرجع أجاوب يعني بنفس الطريقة، يعني لا شك إنه إحنا لسه عندنا مشوار كجالية عربية إسلامية بدنا نقطعه، ولكن بإذن الله بعدالة قضايانا وكذلك صدقنا بإذن الله هذا راح يسرع وتيرة النتائج راح تكون على الأرض. لا شك اللوبي الصهيوني مؤثر أكثر، الأيباك هو يعني من أكثر المؤسسات الفاعلة، وهي من أكثر المؤسسات اللي هي داعمة لهذول اللي هم البريزنتيف، هذول اللي هم الأشخاص اللي هم صناع القرار وهم اللي بيتحكموا في القرار. وهي الأيباك هي الجهة، يعني إحنا نطلع على الأسماء هذول السياسيين، وكذلك it's public record، يعني إحنا مسموح لنا نشوف الأسماء والجهات الداعمة لهذول الأشخاص، وهي واضحة بالنسبة لنا أن يعني المبالغ المالية التي تصرف لهذول الأشخاص عن طريق هذه المؤسسات لشراء ذممهم ولشراء مواقفهم. ولكن مع الأسف
السياسي هنا في الولايه في هذه البلد هي هكذا. يعني نحن زي ما حكينا متأخرين قليلا، ولكن احنا بلشنا نشتغل على هذا الموضوع، وبإذن الله في المستقبل القريب راح يعني نتائج عملنا تكون واضحة للجميع، ولكن نحن لازلنا بحاجة لدعم جميع أبناء الجالية ليصطفوا خلف مؤسساتهم، لأنه المؤسسات هي الحل الوحيد للكثير من مشاكلنا. وبإذن الله إن شاء الله في المستقبل القريب بنكون يعني على قدر هذه المسؤولية، ونضاهي ما يقوم به المؤسسات الأخرى التي هي تدعم الكيان الغاصب، الكيان المحتل لأبناء شعبنا ولأرضنا العربية الفلسطينية. كيف تتوقعون أن تكون النتائج عملكم سيد رائد؟ يعني كل هذه المظاهرات والغضب الشعبي وأيضا المعارضة الداخلية، وهي مهمة جدا في هذا السياق، المعارضة الداخلية لبايدن ولسياسته الخارجية، هل تتوقع أن تهدد استقرار حكومة بايدن وانسجامها؟ وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبله السياسي؟ لا شك في المظاهرات، معظم المظاهرات هلأ عم يعني عندهم طريقة في الإلقاء، وهذا الإلقاء يعني مختصره بقول In November we'll remember، يعني بشهر 11 رح نتذكر. نعم. المقصود فيه هو تهديد مباشر للرئيس الأمريكي بايدن ولإدارته، إنه بشهر 11 هو وقت الانتخابات. نعم. والأصوات كثيرة متقاربة ما بين الحزبين، واحتمال جاليتنا إنها تكون هي سبب في حسم هذا الـ 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 هذا الـ هذا السباق. فهذا الضغط إن شاء الله إنه يعني خلال الفترة القادمة يبرز عنها إنه يصير في تراجع في هذه القرارات التي أخذت، يصير في تراجع في الدعم المالي لهذا الكيان، اللي هو يعني هناك قرار في دعم بأكثر من $13.4 billion للكيان. كذلك هناك في معارضة ضدها، تم دعم سابقا بسلاح، تم دعم سابقا ب $3.5 billion. فإن شاء الله بالفترات القادمة يعني هذا الإشي رح يخلينا نشكل ضغط مباشر في منع أي إن شاء الله شحنات أسلحة أو دعم مالي. نعم. أو كذلك حتى مواقف سياسية، في إن كانت على حساب مواقف سياسية في اليونايتد نيشن. أي ريزولوشن، أي قرارات. فيعني هذا الإشي إحنا نعمل عليه بإذن الله، ولكن إن شاء الله نتمكن من هذا بإذن الله، يعني بمساعدة جميع أبناء الجالية العربية ومساهمتهم بإذن الله، وإن شاء الله في تثقيفهم في إنه العمل الجماعي هو ضرورة قصوى. العمل الجماعي ودعم المؤسسات ضرورة قصوى، يجب على الجميع الوقوف وراء مؤسساتهم في هذه الفترة حتى هذه المؤسسات تنتج عن أعمالها الكثير مما يثلج الصدر إن شاء الله، اللي هو راح يعود على جاليتنا واللي هي متواجدة هون بالنفع والإفادة، وكذلك مردودها إن شاء الله على شعوبنا العربية وخاصة شعبنا الفلسطيني في مدينة غزة. طيب سيد رائد، هل تتوقع التاريخية، يعني إلى أي درجة يمكن اعتبار كل هذه المعطيات يعني فرصة للرئيس السابق دونالد ترامب، رغم كل المشاكل القانونية التي يواجهها وهو الآن يمارس صمتا مدروسا ولا يدلي بأي تصريحات؟ يعني أنت أدرى بالمشهد السياسي. نعم 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 نعم، هو لا شك بايدن في بداية الأحداث هو طبعا ذهب إلى أقصى اليمين. نعم. وتوعد وقال إنه هو عنده إمكانية يدعم أفضل ويعمل أكثر ويساند الكيان أكثر، ولكن خلال برضو الأسبوعين هذول اللي فاتوا لما شاف هو يعني حتى خرج في تصريح إعلامي إنه هو مش مصدق نوعا ما اللي عم بشوفه، إنه هناك الآلاف والملايين من البشر عم تخرج. نعم. يوميا وتتظاهر ضد الحرب ويريدون وقف إطلاق النار وهكذا، فهو في توقيت مش ضايل غير عندنا غير سنة واحدة 12 شهر تقريبا للانتخابات. نعم. أوكي؟ ف
فهم بتعرف السياسيين بدهم يلعبوا أذكياء، الكثير منهم بيحب، عندنا كلمة بالعربي بيحب يلعب على الحبلين، يعني بيحب يلعب على الطرف هنا شوي ويلعب هنا شوي حتى يحقق أكثر إنجاز لإله. ولكن جاليتنا العربية وعيها بهذا الموضوع غير مسبوق، صدقيني الجميع يعي هذه المرحلة. نعم. وبإذن الله هذا الإشي رح يكون له تأثير على ما يدور حاليا في فلسطين، وإن شاء الله هذا إن شاء الله بيكون في صالح جاليتنا في المستقبل القريب والبعيد بإذن الله. طيب سيد رائد ابقى معنا، نستمع الآن إلى هذه المكالمة الصوتية المسجلة مع السيد أحمد مهنا وهو مدير مستشفى العودة، يشرح لنا من خلالها الوضع الصعب الذي يعيشه هذا المستشفى في ظل القصف المتواصل للاحتلال الصهيوني. نستمع. احنا لازلنا على رأس عملنا في مستشفى العودة، الطاقم متواجد ومتماسك يدير الأزمة رغم كل التحديات، إلا أننا صامدون في تقديم خدماتنا لأبناء شعبنا، ورغم أن مستشفيات الحكومية المجاورة توقفت عن الخدمة بشكل كامل وأخلي المرضى والطواقم من المستشفى الأندونيسي بشكل رسمي اليوم، والعديد من المرضى توجهوا إلى مستشفى العودة وتم تقديم الخدمات اللازمة بشكل فوري لهؤلاء المرضى، مع العلم أنهم مكثوا في المستشفى الاندونيسي اكثر من اسبوعين دون تلقي اي خدمات، وعلاوه على ذلك جروحهم سيئه جدا وملتهبه ونتنه، وتم التعامل معهم بمهنيه عاليه واجريت لهم عمليات طارئه وهم الان قيد العلاج. اضافه الى ان التحدي الاكبر لدينا ان لا يوجد لدينا سولار الا فقط بضع عشرات من اللترات لتشغيل مولد صغير يدعم اليو بي اس الذي يغذي النقاط الرئيسية في أقسام الكشك الولادة والعمليات، وهكذا مستمرون في تقديم العمليات الجراحية، تجرى العمليات الجراحية على مدار الساعة، المستشفيات الحكومية تخلي مرضاها على مستشفى العودة، المستشفى الوحيد وبشكل رسمي وقاطع الفاعل في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، نستقبل حالات من أقصى مدينة غزة، حالات ولادة وحالات جراحة وحالات ديكير وحالات باطنية، جميع المرضى يخضعون للعلاج في مستشفى العودة، السعة السريرية ممتلئة بالكامل، بل وضعنا إكسترا بيد بين المرضى للتعامل مع جميع المرضى. على العلم أن ليلة أمس كانت ليلة ساخنة جدا في الشمال، وتعرض المستشفى لأعيرة نارية، وكانت هناك على فراش الموظفين بعض الأعيرة النارية، الحمد لله لا توجد إصابات، ربنا سلمهم جميعا. هذا هو واقعنا حتى اللحظة في مستشفى العودة تل الزعتر. أيضا أود التنويه أننا في مستشفى العودة النصيرات في المنطقة الوسطى نعمل أيضا بنفس الجهد، نستقبل المرضى الآلاف من المرضى، علما أن مستشفى العودة هو المستشفى الوحيد في مخيم النصيرات ويخدم كل المحافظات والمحافظة الوسطى، وخدمة الولادة حصرية في المحافظة الوسطى في مستشفى العودة. طيب كما كنا نستمع كان هذا السيد أحمد مهنا مدير مستشفى العودة شرح لنا الوضع العام الإنساني داخل هذا المستشفى. سيد رائد كما كنا نستمع السيد أحمد مهنا يتحدث عن توقف الخدمات بشكل كلي، هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الفاعل في القطاع، ولكن الأطقم الطبية في شمال القطاع عفوا، ولكن تحدث كذلك عن صمود الأطقم الطبية واستمرارها في تقديم خدماتها وفي أداء دورها، مع أن هذا المستشفى تعرض ليلة أمس كما تحدث السيد أحمد مهنا لأعيرة نارية. تعليقك السيد رائد عن هذا الوضع الإنساني الكارثي قبل أن نختم هذا النقاش. لا شك يعني الاحتلال هدفه هو قتل المدنيين من أطفال من نساء من شيوخ وملاحقتهم حتى في المستشفيات، كما رأينا في مستشفى المعمداني
مئات القتلى، مئات الشهداء، مئات الجرحى. نعم. وكما رأينا كذلك خلال الأسبوع هذا في مستشفى الشفاء، من حصار للمستشفى، من اقتحام للمستشفى، من سرقة جثث الشهداء، حتى ما يعادل أكثر من 130 جثة شهيد تم سرقتها. وكذلك حتى الكذب الإعلامي والتسويق، الروايات السخيفة للإعلام بأننا اكتشفنا وأننا كما كنا نظن وهكذا. نعم. مع الأسف الوضع الإنساني في هذه المستشفيات، وكما تري خلال الأسبوعين الماضيات هم يعني يركزوا كثيرا على المستشفيات، يركزوا كثيرا على المستشفيات، هم يريدون القضاء على الجميع. نعم. هم يريدون حتى القضاء على جميع الهيئات الطبية والكوادر الطبية، كما قضوا على الصحفيين، أكثر من 60 صحفي لحد الآن خلال 45 يوم تم قتلهم رحمهم الله. وكذلك هم يحاولوا كذلك قتل الروح المعنوية لدى الأطباء والكوادر الطبية، ويحاولوا يعني هو بالنهاية هم هدفهم تهجير الناس، هم يريدوا أن يهجروا الناس من قطاع غزة إلى مناطق أخرى. ولكن شعبنا أثبت جدارته وأثبت أنه صاحب لهذه الأرض، ولن يتزحزح عنها، ولن يذهب حتى لو دمرتوا البيوت فوق رؤوسنا، حتى لو لحقتونا إلى المستشفيات. أختي الكريمة، إحنا هون في الولايات المتحدة، يعني إحنا حتى أحد الأنشطة اللي قمنا فيها خلال هذه الفترة اللي هو عن طريق المركز الفلسطيني بالتعاون مع الجمعية الطبية العربية اللي هي موجودة كذلك، إلها فرع عندنا في نيوجيرسي. نعم. يعني أحد الأنشطة اللي قمنا فيها اللي هو عمل الفند ريزنج، اللي هو فتح مجال التبرعات لشراء مواد طبية، لشراء أمبولانسز اللي هم سيارات الإسعاف، والحمد لله يعني تم جمع مبلغ جيد، وتم التواصل مع الأونروا اللي هو عن طريقهم تم شراء هذه المواد وتسليمها لأبناء شعبنا. وهناك البرامج الكثيرة اللي هي موجودة عندنا يعني في داخل الولايات المتحدة في التعاون مع مؤسسات اللي هي في اليونايتد نيشنز زي الأونروا وغيرها، حتى يتمكنوا من أنهم يبعثوا المواد الطبية اللازمة بأسرع وقت. ولكن المشهد حزين، المشهد يفوق التوقعات صراحة. يعني نحن شعورنا في هذه المرحلة، يعني ما بدنا نقول إنه إحنا مكتفين اليدين ومش قادرين نعمل إشي، لا، إحنا نعمل وبإذن الله سنبقى نعمل حتى نتأكد إنه جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة هم في مأمن بإذن الله، وهم رح يكون عندهم المواد الطبية، وإن شاء الله رح تكون عندهم الإغاثة الإنسانية. وهذا إن شاء الله الأمل بالله، وهذا الأمل بشعبنا العربي، شعبنا الإسلامي، شعبنا الفلسطيني اللي هو موجود في جميع أنحاء العالم. شوفي حتى يعني تأثير هذا الإشي انتقل يعني مش فقط لنورث أمريكا، حتى لساوث أمريكا. يعني بلاد كثيرة في ساوث أمريكا زي البرازيل، زي بوليفيا، زي تشيلي اللي هي البلد اللي فيها أكثر تواجد فلسطيني في ساوث أمريكا، يعني ما يعادل حوالي 500,000 فلسطيني موجود فيها. هذا الإشي كذلك مؤثر عليهم هناك، لدرجة أنه الكثير من هذه الدول سحبت سفراءها وحتى وقفت التعامل مع هذه البلدان، عفواً مع الكيان الغاصب، كذلك لاستخدام هذه الطريقة كطريقة ضغط على الكيان الغاصب حتى يفتح أقل ما فيها المعابر للإغاثة الإنسانية، ويتمكن شعبنا من أن يلاقي
الدواء ويلاقي الغذاء وحتى يلاقي الماء اللي هو محروم منه. طيب. وهذا إشي يعني سابقة يعني سابقة سابقة لم يعني ما مرقتش حتى في العصر الحديث نهائيا، إنه شعب يباد بهيك طريقة وكذلك يمنع عنه الماء ويمنع عنه الهواء ويمنع عنه الغذاء والكهرباء. يعني هذا بدل على وحشية هذا العدو، ولكن إن شاء الله بصمود أبنائنا وبصمود شعبنا إن شاء الله رح نتجاوز هذه المرحلة. وبإذن الله منصورين بعون الله. هذا ما نأمله سيد رائد عودة، نائب عمدة مدينة باترسون الأمريكية من نيوجيرسي. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نعلم أن الوقت متأخر في نيوجيرسي، ولكن نشكرك على بقائك معنا ونشكرك على كل هذه التوضيحات والتفاصيل. شكرا لاستضافتي، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. شكر موصول كذلك للسيد عادل شديد، وهو المحلل المختص في الشأن الصهيوني، كان معنا مباشرة من الخليل. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا النقاش من الفترة الصباحية. طبعا فقرات برنامج صباح نيوز لا تزال متواصلة إلى غاية 10 صباحا. قوا في متابعتي.